بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا الكريم محمد أشرف المرسلين. فقد اختلف علماء أهل السنة المتقدمين والمتأخرين منهم في نسبة الذنب إلى النبي الطاهر صاحب الخصال الحميدة، فبعضهم قال في تفسير الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وغيرها من الآيات، أن المراد ذنب المؤمنين، وبعضهم قال: بل المراد ترك الأولى، وبعضهم قال: إنما أريد بها المعصية التي هي من الصغائر التي لا خسة فيها. فهذه مسألة خلافية ليس عليها إجماع ولا اتفاق بين مجتهدي الأمة وعلمائها العاملين. فمن قال بالمعصية الحقيقية أو نفى المعصية عن النبي إطلاقاً لا يكفر، بل كلا الفريقين من أهل السنة لم يفسق بعضهم بعضاً. وقد افترى علينا بعض الناس هداهم الله بأننا نبحث في تخطئة النبي، أرواحنا فداه، ونحن نعلم الدنيا حبه عليه الصلاة والسلام، وإنما أردنا تبيين الصواب، والله الموفق والمستعان. الذي جاء في القرآن الكريم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. بعض العلماء قالوا قول الله تعالى واستغفر لذنبك معناه حصلت منه معصية أمر بالاستغفار منها، وما هي هذه المعصية؟ لا هي كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة أو دناء، لكن ما سميت هذه المعصية؟ العلماء قالوا ذلك، يعني الشيخ عبد الله رحمه الله قال: هذا العلم الذي نعلمه الناس ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، نحن ما جئنا بشيء جديد، هذا علم منقول. العلماء هم الذين قالوا في تأويل هذه الآية، قالوا معناه حصلت منه معصية حقيقية، لكن ما سميت هذه المعصية؟ لذلك جاء في القرآن واستغفر لذنبك للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يضر إذا واحد قال به، هذا قول العلماء، هذا قول العلماء. ففي تفسير الآية المذكورة آنفا ذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو من أهل السلف الصالح، بعد أن بين اختلاف الأقوال في نسبة المعصية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقر نسبتها له، ثم قال: الاستغفار معناه طلب العبد ربه غفران ذنوبه، ومن المحال أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله. وفي تفسير السمرقندي نقل عدة أقوال في المسألة، منها: نسبة المعصية ما كان قبل نزول الوحي وما كان بعده. وأما القشيري رحمه الله تعالى في تفسيره اختار من جملة ما نسب للنبي من الذنب ما كان قبل النبوة وليس بعدها. وذكر الرازي في تفسيره بعد ذكر عدة وجوه في المسألة، فقال: من جملة هذه الوجوه الصغائر، لأنها جائزة للأنبياء بالسهو والعمد. وللسيوطي في الدرر نسب المعصية للنبي ما تقدم في الجاهلية أي قبل نزول الوحي، وما تأخر في الإسلام أي بعد نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. وأما ابن الجوزي فقد قال في زاد المسير بما يشابه ما قاله السيوطي في تفسيره. ونقل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه عدة أقوال في المسألة، ومن بينهم أراد الصغائر على ما قاله به جمع أي من المفسرين والعلماء. وللسمعاني في تفسيره قال بأن النبي كان لا يخلو من الخطأ والزلل وبعض الذنوب التي هي من الصغائر أي التي لا خسة فيها. وفي البحر المحيط للزركشي نقل عن القاضي عياض رحمه الله تعالى تجويز الصغائر ووقوعها من الأنبياء، ناقلا ذلك عن جماعة من السلف. وما أوردناه لا يزيد عما قاله العلماء
من دون زيادة أو نقصان. فكما ترى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقد ذكروا اختلاف الأقوال بين العلماء، وقد بين القاضي عياض رحمه الله تعالى الاختلاف ولم يطعن بخلافهم. فنسأل الله أن يكون هذا كاف ليكف البعض الخوض في هذه المسألة، وأن يرجع المخالف للصواب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.